الدولي في مطار بغداد وتفاصيل أكثر مع مناف الموسوي، فلنشاهد. صناعة الطيران في العراق وفق المعايير الدولية هدف يسعى إليه المعنيون والمتخصصون، فالارتقاء بهذا القطاع المهم يسهم في رفع مستويات دخل البلاد وتوفير فرص عمل كبيرة للمواطنين، حيث أقيم في مطار بغداد الدولي معرض طيران العراق بدورته السابعة وسط حضور رسمي ومنظمات الطيران المدنية الدولية من مختلف دول العالم. الطيران في العراق تطور من حيث الحجم بشكل كبير جدا خلال السنوات الماضية، ونتوقع أيضا تزايدا كبيرا في الطلب على قطاع النقل الجوي في العراق. لذلك بالتأكيد سلطة الطيران المدني، وهذا هو دورها وواجبها، أن تهيئ البيئة المناسبة لاستيعاب هذه الزيادات المتوقعة، وكذلك أيضا توفير بيئة العمل المناسبة والشروط المطلوبة دوليا لقطاع الطيران. لذلك احنا اليوم حقيقة هذا اليوم الثاني من المعرض، اليوم الأخير، هناك الكثير من العروض التقديمية لجهات وشركات ومؤسسات دولية تطرح حلولا للطيران. واقع الطيران العراقي الحمد لله في تحسن مستمر وكبير الحمد لله رب العالمين. من آخر سنتين الطافن 18 و19 الحمد لله يعني في تطور كبير وفي انفتاح كبير الحمد لله رب العالمين. جمهورية العراق كموقع جغرافي كبير جدا، في يعني موقع مهم جدا للعالم كلها، يعني توصل بين اوروبا واسيا، وفي الآونة الأخيرة كان فيها يعني حظر الطيران، والحمد لله الحظر هذا خاز. المعرض أتاح فرصة لمدراء المطارات المحلية العراقية لاستعراض أبرز الخطط والمشاريع التي من شأنها فتح آفاق اقتصادية للمؤسسات الوطنية بهدف تطوير أعمالها لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين، كما عدوه فرصة للاستفادة من خبرات الشركات الرائدة في مجال الطيران الحاضرة في المعرض. الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، وهي شركة حديثة التأسيس، باشرت بأعمالها ومهامها في شهر يناير من العام الحالي، لذلك كانت هذه مشاركتنا الأولى في معرض الطيران. والشركة لها كثير من الإنجازات في هذه الفترة الوجيزة، من أهم الإنجازات هي افتتاح ممرات جوية جديدة، مما زاد في حجم الترافيك أضعاف عما كان عليه في السابق، وهذا مما يعود بالخير والوفير طبعا لبلدنا العزيز الغني بثرواته وخبرات أهله. وكذلك من ضمن إنجازات الشركة لا وهي رفع الحظر عن الأجواء بالتناسق والتنسيق مع منظمات إياسا وإياتا والأف أي أي. طبعا لبينا دعوة السيد علي خليل رئيس سلطة الطيران المدني ومشاركة معرض طيران العراق لسبل تطوير المطارات، وكذلك المناقشات بين المدراء والتقارب بين وجهات النظر بين السلطة المدنية وكذلك المطارات الموجودة في سليمانية ومطار بغداد ومطار النجف ومطار الموصل، وكذلك مناقشة إنشاء المطارات الأخرى من مطار كربلاء ومطار كركوك، والبحث في كيفية تطوير هذه المنشآت اللي هي منشآت حيوية وضرورية للعراق. ومطار بيل من المطارات المهمة، ساعدت كثير في عملية الحرب على داعش لأنه استخدم مدرج مطار أربيل. المشاركة المحلية والدولية الواسعة في هذا الملتقى تطرح رؤى جديدة للنهوض بواقع الطيران في البلاد من خلال الخدمات والأفكار التي تمت مناقشتها على مدى يومين. مناف الموسوي، العراقية، بغداد. هذا البرنامج برعاية مسحوق التنظيف بيروس.
الزميل مناف المسوي على هذا التقرير. إذا مشاهدينا الكرام خلونا ننتقل إلى نبض